الموجز التاسع. أعتقد زميلتنا ولاء تكون جاهزة بالموجز. صباح الخير يا ولاء. اهلا مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم واخر الانباء، حيث ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاه عيد الاضحى المبارك بمسجد مالك الملك بالمنطقه التراثيه في مدينه العالمين الجديده. رافق الرئيس كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، إضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة. وفي خطبة عيد الأضحى التي جاءت بعنوان اليقين والثقة بالله، أكد الخطيب الدكتور السيد عبد الباري أن سيدنا إبراهيم عليه السلام صاحب اليقين لم يدخل في اختبار أو بلاء إلا وحقق فيه النجاح وشهد له القرآن بذلك. وعقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العالمين الجديدة، واستمع الرئيس إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، حيث استعرض عبر الخرائط أبرز المشروعات، منها مدينة الثقافة والفنون. على مساحه 260 فدان تتكون من 69 هي مدينه الفنون، ده الموقع بتاعها. احنا هنا في منطقه المسجد، المدخل الرئيسي لمنطقه الفنون. طبعا الطريق الساحلي الحالي هو تم تحويله كطريق اقليمي من قبل مارينا، بيطلع عند مينا الحمراء بطول 48 كيلو، وبالتالي هذا الطريق بيصبح طريق داخلي جوه مدينه العالمين، اربع حارات في كل اتجاه وحارتين خدمه بتتصل المنطقه الشاطئيه بالمنطقه الجنوبيه. في ساحه كبيره هنا نصها يبقى في الجزء الامامي ونصها في الجزء الخلفي، وده المدخل الرئيسي لمدينه الفنون، المدخل الرئيسي بالمنطقه التراثيه اللي موجوده في المنتصف. ان شاء الله احنا شغالين في مكوناتها، وبنهايه قبل نهايه العام تكون انتهت. لو رحنا على اللوحه الثانيه فخامه الرئيس، دي المخطط بتاع منطقه الفنون، مسجد مالك الملك سعه 1000 مصلي اللي احنا بنشرف افتتاحه النهارده، جنبه المنطقه. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس إن عيد الأضحى المبارك يؤصل لمعان جليلة، وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس في برقياته عن أطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة التي تجمع المسلمين على وحدة الهدف والشعائر، وتتجلى فيها أسمى معاني التضامن والترابط، وبأن تكون بداية خير لمستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب الأمة الإسلامية. كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج، كما تلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى من كبار رجال الدولة. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة من تسامح وإخاء ومودة، وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات. وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة.
وسط الإجراءات الاحترازية وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة، مشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم بحلق رؤوسهم ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 59 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا وست حالات وفاة. كما أعلنت الوزارة عن تعافي 654 شخصا من فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 224,299 حالة حتى اليوم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونعود مرة أخرى إلى استوديو صباحنا مصري وعبد الله يسري. إليك عبد الله. شكرا ولاء، شكرا جزيلا، عودة مرة أخرى.